كنتم مشاهدينا طبتم وطابت أوقاتكم، نشرتنا المفصلة من الدنيا بالتأكيد، حياكم الله. نفذت وحدات من قواتنا المسلحة السورية الباسلة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين قرب نادي العروبة والمعهد الرياضي والإشارات في منطقة بستان الباشا بمدينة حلب. كما استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة تجمعين للإرهابيين بحي الكلاسة وقضت على عدد منهم. في سياق متصل، تظاهر أهالي حي المرجى بحلب ضد المجموعات الإرهابية وطالبوهم بمغادرة الحي، فيما أطلق عدد من الإرهابيين من مجموعة عبد الجبار النبهان ومخيبر الشاغل أطلقوا النار على المتظاهرين. كان في مسلحين ما لنا ندخل على البيت. فضل الشباب الجيش السوري رجعنا على محلاتنا. نحن الآن في منطقة العرقوب. صرنا نحس بأمان روح ونجي. لما أجوا العصابات يعني بخربوا المحلات، كسروا يفتحوا يفشوا يعني وينشلوا، شو ما يصح لهم يعملوا. ما نحسن طول نقرب، كنا نخاف كتير، خاف كتير كنا. لا الحمد لله الله أحسن، الحمد لله. يعني ان شاء الله فضل الجيش العربي السوري ان شاء الله راح ندخل كم يوم ان شاء الله، يعني الطريق شوي شوي عم بيصير امان اكثر واكثر. جولتنا مع ابطال الجيش العربي السوري وجدنا سياره مسروقه، هي سياره شام للشركه السوريه للكابلات. العصابات المسلحة كانت موجودة في هذه السيارة، أبطال الجيش العربي السوري أطلقوا عليهم النار، طبعا ولاذوا بالفرار، منهم من قتل. وجدنا أسلحة في خلف هذه السيارة، بامباكشن، رشاش وبندقية وقواذف ار بي جي وذخيرة كانت موجودة. منطقة تجميل سليمان الحلبي، هذا المكان يبعد عن دوار الصخور حوالي 50 مترا، انطلقنا إلى هذا المكان عبر الطلقات كما تابعتم معنا من منطقة العرقوب إلى هنا، يعني وراءنا توجد الخزانات الأرضية وسكنت هنا إلى طبعا إلى يسارنا. الآن مع أبطال الجيش العربي السوري سوف ننطلق إلى دوار الصخور أو إلى جسر صخور، بعد طبعا عملية نوعية سوف يقوم بها أبطال الجيش العربي السوري، تابعونا. هذا واستهدفت وحدة من قواتنا المسلحة مجموعة إرهابية مسلحة في حي جوبر بدمشق وأوقعت أفرادها بين